وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي سؤال. تفضل. شيخ، أتمنى ما تتعصب. تفضل. أتمنى ما تغرم إن شاء الله. لا، ما أنك بس الكبسة، ماذا استفادت الأمة من المعصومين 12؟ جاوبني بعدين. حلوة والله، خوش رديتك رد سريع. أتمنى. يلا سريع، يلا سريع، بس إيه. شنو سؤالك؟ تفضل. يلا. ماذا استفادت الأمة من المعصومين 12؟ ماذا استفادت الأمة من المعصومين الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام؟ نعم، جاوب. الأمة استفادت أن هنالك جمع كثير من أصحاب الأئمة تعلموا الأحكام الشرعية منهم دون أن تخلع لهم عائشة ملابسها. هذا فادوا نفسهم، أعطيني فائدة للأمة أي نعم الإسلامية نعم مئة المليار. أي نعم أنتم أخذتم دينكم من عائشة، مو من عندنا، افتهم. إحنا يا أخي، عف عائشة، عف عائشة، لا، جاوبني أنت ماذا جاوبني استفادت سريع. الأمة؟ أنتم ما ليش أخذتم تهرب؟ عنهم. ليش تهرب؟ ليش تهرب؟ ولك ياهو الهار، وأنت بس لا تنزع ملابسك وتنام بالأرض. إيش بيك؟ قوم وقف قال وقف. 12، أي ماذا استفادت استفادت منو؟ الأمة منهم؟ لا أي تحتكم منو على اللي عائشة. استفاد؟ الشيعة ولا منو؟ ركز. الكل، المسلمين كل، الكل اللي ماخذ عنه، يعني الان اذا دكتور جالس في كندا، دكتور عالمي، ما انا اسالك سؤال، ماذا استفادت الحكومه الافغانيه من الدكتور الكندي؟ انت راح تقول لي هل طيب اخذ، انشب لك قشمر، انشب، خلنا سحقك سحق على هذا السؤال، انشب. لاعبين حاطين هذا السؤال وتلعبون بيه لعب على الشيعه، اسمع اسمع الجواب، راح شوف شو راح اسوي بيك. الان دكتور كندي اسمه مثلا مايكل، مثلا واحد يسأل سؤال، مسلم سني موحد، يقول ماذا استفادت الحكومة الأفغانية الداعشية الراضعة من الدكتور مايك الكندي؟ أنا أسأله أجاوب، أقول هل الحكومة الداعشية الأفغانية اتبعت كلام الدكتور مايك؟ راح يقول لا. إذا ماذا استفادت الحكومة الأفغانية؟ ما استفادت شيء. إحنا الكلام من الذي اتبعه؟ من الذي اتبع الأئمة؟ أنتم ولا إحنا؟ إحنا، فالاستفادة تقع علينا إحنا مو عليكم أنتم. أنتم رايحين بيت عائشة تجنب وتفرك يا ولد، أنتم تفركون وتجنبون، إحنا في بيت الأئمة، هاي رواياتنا موجودة، هاي وسائل الشيعة الكافي غيره غيره كله، دخلت على أبي عبد الله، دخلت على الباقر، دخلت على الرضا، دخلت على الكاظم، دخلت على الهادي، فهذه الأمة جاي تتعلم. ولذلك إحنا الشيعة الآن كل ديننا ورواياتنا الفقهية أخذناها عن من؟ عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. أي ما احتاجين نشوف أعضاء عائشة التناسلية مثل سالم سبلان. فلذلك الأمة الشيعية الرافضية استفادت من الأطباء الاثنى عشر. واضح؟ طيب أنت قلت استفادينا من عندهم الروايات، صح؟ نعم. إذا هسه أعطيك رواية حتقول لي ماكو عندنا رواية صحيحة، لا إذا ما جاوبني، لا استفادنا رد منهم. علي الان، لا تغير الموضوع، رد علي بهاي النقطة. لا، نفسه هو هذا سؤالك، لا رد على هاي، رد على هاي، الان تريد تغير الموضوع، الان لا تريد لا، هو نفسه، لا نفسه تريد يقول تغيره، عندنا روايات. لا انت لا، تريد هو تغير نفسه، الموضوع. لا نفسه هذا المشاهد يتابع. لا شنو تريد تذكر رواية بأي شنو؟ يعني راح تغير الموضوع، لازم أنت قلت تردني. لي أعطونا الروايات يعني نمشي عليها، وانا اذا اقول لك روايه تقول لي ماكو روايه صحيحه، فانا شلون استفاديت بهالحاله؟ احنا اللي يلا استفادينا، يعني انا الان واحد من الناس اسمي امير القريشي، انا ما شفت اعضاء عائشه التناسليه، واعرف ديني واعرف اسبح واغتسل واتوضا واصلي طفر 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 بدون ما اشوف اعضاء عائشه التناسليه، حتى ما اشوف الصدر. ليش تنهز؟ انت شلون استفاديت؟ انت شلون استفاديت دينك؟ تفضل. عندنا حديث صحيحه، من منو؟ صحيحه السند، من عائشه، عن الصحابه، عن عائشه، لا مو عائشه، لا عن عن الصحابه عائشه، اجمعين، عن علي، علي بن ابي طالب، ابو بكر وعمر. لا عن علي ما عندكم، عن علي انتم اصلا تحذفون روايات تقولون كيف ما وذكر، عندنا؟ كيف ما عندنا؟ هذا صحيح البخاري يحذف رواية علي يقول وذكر رأسه ورجليه، وفي مسند الحميدي يقول ومسح رأسه ورجليه. عندنا حديث انسطر. يقول النبي لأعطين الله، لأعطين الرأي لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. او طلع من عمر، من هو علي؟
وعدكم مبروك، خليتها لهلك الحجي، خليتها لهلك مبروك. هم زين عدكم هالحديث زين والله. شوف انت طفرت من وضوع علي، انت هذا الحديث عندكم لان هذا رغما عليك وعلى اجدادك موجود، لان ما حد النبي انطار راي لغير علي، فغصبا عليك تعتقد بهاي العقيدة غصبا عليك. اما هل تعتقدون بوضوء علي الموجود في صحيح البخاري الذي يقول مسح رأسه ورجليه؟ عندكم؟ ما عندكم، بل أصلا حرفتم الحديث وقلتم ذكر رأسه ورجليه، حتى متى حتى لا يضع البخاري كلمة مسح رأسه ورجليه، ما قدر يتحملها. لا أعطينا راية لرجل يحبه الله ورسوله، هذا غصبا عليكم من هذا الحديث، غصبا عليكم من هذا الحديث. ما هو ماكو ذكر النبي ينطير راية، ماكو ذكر زلمة، ماكو شنو ماكو شنو ماكو أطلع لك إياه. إيه هذا العلي ينطر الآية، ما هو ذكر، يقول الذكر ذكر يا ولد. الله أكبر. إيه الله لا بعدنا رواية يقول النبي لا أعطينا راية لرجل يحبه إيه؟ الله ما هو زلمة علي يحب الله ورسوله. إيه من هو علي بن أبي طالب. إيه ما هو ذكر زلمة، أما البقية مخانيث. دحقون طفر دحقون طفر دحقون بابا لا تطفر. أنت قلت ما عندكم رواية، خلي طلعتك رواية ليش تطفر رواية؟ أقصد رواية في الفقه يا بطل يا كتكوت أنت يا حلو. خايف عليك وأنت تسبح تغرق. كان أنا ما أريد رواية في المناقب، رواية في المناقب موجودة رغما على أنفك. أقصد رواية بالفقه، ما تقدرون تأخذون يعني مثلا هاي رواية البخاري الآن، هذا رواية في الوضوء، هذا وضوء علي، علي يمسح رأسه ورجلي، ليش أنت ما تمسح رأسك ورجلي؟ بس هاي رواية يا أخي عوف هاد سيئة تطفر لي، جاوبني. زين خلنا نرجع لسؤالك الأول، ماذا الآن أنت ما جاوبتني، أنا جاوبتك ماذا استفادت الأمة الشيعية من الأئمة. عندك جواب تردني ولا لا؟ على سؤال دخلت ها سطر السطر يا منو دزك علي؟ سؤال انت تطهمني مسألة، اعطيني سؤال حتى جاوب. طيه دزوك علي بس لا مال مسح الرأس لا خلينا نعيد من جديد، نعيد من جديد. ايه انت جايب لك سؤال من مسلم سني موحد يطحن ويمزق. اي اسمعني الان، اسمعني ولك اسمعني خلي النقاش يكون علمي. اسمعني طب يلا علمي. أنت جبت سؤال من مسلم سني موحد يقول ماذا استفادت الأمة؟ مسلم أي مسلم سني جناني. إذا كان الحق مع الشيعة طب الشيعة عايش بيها. أنا أريد أدخل الجنة أعبد الله. تعبد الله طول 60 ذراع يطلع رجله عود الزنبيها حتى طب للجنة يا ولد. لا تغير المسألة الله أكبر. لا تشرك جاوبني هسه. شنو لا تشرك؟ لا تشرك. يلا قول شبه الله. شنو إذا الله أنت ابن أمك وأبوك قل لعنة الله على من قال أن لله ساق يظهرها يوم القيامة. اسمع وجوه يومئذ يا قناة المنتقم رعب. نحن نؤمن أن سنرى الله يلا خلاص من يشوف أسلم لعلي قول لأمير قريش يسلم عليك. خلاص مع السلامة شكرا لك. أنا خطي اختنك حسيته بي اختنك كبسته قال لا تقول الله عنده 60 ذراع أعوذ بالله لا تشرك لا تقول الله عنده رجل يلا قول لأن هذا إجماع دينه على أن ربهم له قدم يطلعها يوم القيامة. يقولون لهم هاوليك هاي رجلي جميلة عم تعجبكم ولا ما بتعجبكم؟ إذا ما بتعجبكم بطلع لكم رجلي الثانية. هاي هم ربهم هم وعدهم ظل ولا عسل. واحد يتبع عائشة يعني ربه شون يصير؟ يعني أنا أسألك سؤال، واحد يتبع عائشة ربه شون إيش يصير؟ يعني ربه شون يطلع شريف خوش آدمي مثلا ربه مرتب؟ أكيد ربه مخربط أكيد. فهم اعتقادهم انه الله يطلع رجله يطلع يوم القيامة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقولون يوم يكشف عن الساق ليس لما ذهب إليه المخالفون انه الله يطلع ساقه. يوم يكشف عن الساق هو مثال عربي قديم تستعمله العرب عن شدة الأمر في ذلك الموقف.
فيقال إن فلان ابن فلان كشف عن ساقه في الحرب، إن فلان ابن فلان شمر عن على عن ذراعيه في الحرب مثلا. شلون احنا يقولون هذا فلان تحزم او رفع شمر على ساعديه مثلا، اي بمعنى شنو؟ يدل على وطأة الامر، على شدة الامر. شوف هذا آل محمد. بس هو منين ياخذ تفسيره؟ من عكرمة وهدبته الصغيرة. سرسرية يطرحون هيك اشكالات على الشيعة صار 1400 سنة، والمعممين وين تايهين اصلا؟ ضايعين اسم الله عليكم. ماذا استفادت الأمة من الأئمة؟ استفادت طلعت زلم أمير المؤمنين، زلم علي الكرار، هذول تشوفونهم بقناة المنتقم، هذا الجمهور زلم ما بيهم واحد شاف أعضاء عائشة التناسلية حتى يتعلم غسل الجنابة. لا 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 لا، خذنا الدين عن أهل البيت. استفادت الأمة من الأئمة، وذلك لمن اتبع الأئمة. من اتبع الأئمة؟ الشيعة. إذن الأمة كلها استفادت؟ لا، الأمة بالقندرة ما تستفاد. الأمة تريد تشوف حيضة عائشة من جوا، أنا شو أسوي لها للأمة؟ لا، الأمة استفادت ولا ما استفادت؟ الأمة ما استفادت. الأمة كانت عاجبة ما وعلى عائشة، كانت تطب ببيتها، شو أسوي لها؟ الأمة كان عندها علي، علي ممثل الممثل الإلهي في الأرض، ممثل الله عز وجل، ممثل النبي. رؤونا تستفادون مثل ما احنا رحنا له. أمير قريشي أخذت وضوئي عن سالم سبلان اللي شاف مؤخرة عائشة حتى تعلم الوضوء؟ لا، أخذت وضوئي عن الحسن والحسين. أنا أمير قريشي أخذت غسل الجنابة عن أبو سلمة اللي نزعت عائشة ملابسها أمامه في صحيح مسلم حتى تعلم الوضوء؟ لا، خذت غسل الجنابة عن إمام الصادق. إذن أنا استفاديت، أنا من الأمة التي استفادت. من هي الأمة التي استفادت؟ هي الأمة الشيعية الرافضية. أما عموم الأمة استفادت؟ لا، عموم الأمة كان عندها عرض السينمائي فول اتش دي فوق 18، عائشة ناس على ملابسها. اركض يا ولد، اركض، حط ملابسك بحالك، ملابسك بسنونك، اركض يا ولد على بيت عائشة، بترك على ابن أبي طالب، اركض يا ولد على بيت عائشة. أكيد الأمة الإسلامية ما تستفاد، أكيد. هذا الرد راح يبقى عارة منا اليوم القيامة. ليش؟ لين 1400 سنة ما حد رد بهالطريقة على هذا السؤال الخايس. ماذا استفادت الأمة من الأئمة؟ شيب، الأمة ما استفادت. الأمة كان عندها عرض فل 4K، 4K عائشة نازعة وفاتحة رجليها. سالم سبلان يقول دخلت على عائشة وأنا حر، قالت لا 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 يا ولد، غطي غطي نفسي. أخطأت. أخطأت شنو أخطأت؟ شنو أخطأت؟ ماذا استفادت الأمة؟ الأمة ما أرادت الأئمة. كيف تستفاد؟ مثل واحد منطقة موبوءة، مثال، ما هو ذول الصلاة والسلام لازم تضرب لهم أمثلة، لازم حتى تسحق على هذا السؤال والخريط هذا اللي يقولون. منطقة موبوءة، الآن منطقة موبوءة بيها مرض خطير، تجيب لك طبيب عالمي تحطه بالنص، تقول تنادي حطونا هذا، ينادي الطبيب، طبيب ينادي يا أصحاب المدينة الموبوءة، ألا من كنت طبيبه فهذا علي طبيبه، ألا من كنت معالجه فهذا علي معالجه، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أنا مدينة العلم وعلي بابها. مدير هذه المنطقة طلع، بقى الطبيب وبقت الناس الموبوءة. 5 6 7 راحوا للطبيب، تعالجوا سلمان المقداد، عمار، أبو ذر، مالك، طابوا، شافوا، عاشوا أحلى حياة، حياة جميلة سعيدة، ما اضطروا يباوعون على آلة عائشة وعلى أعضائها التناسلية. النبي صلى الله عليه وسلم ما اضطروا، عاشوا في حجرة علي، في بيت علي، أمير المؤمنين يعلمهم الدين. زلمة يعلم زلم
بقية المدينة الموبوءة طاح راحت للطبيب؟ ما راحت للطبيب. وين راحت؟ اركض يا ولد على بيت عائشة، حط ملابسك بسنونك، اركض يا ولد، اركض الباب مفتوح، دش عليها، دش عليها، اجني بفرك، افرك يا ولد، افرك افرك هسه تجيك. يا الملحفة البيضة طيها الهمام، الملحفة الصفرة طيها لأبو موسى الأشعري. يا ولد الأسود بن يزيد النخعي، اخذ الجارية نومها عندك، بيت كله جنابه. بعدين يجيك. يقول لك ماذا استفادت الأمة الموبوءة من الطبيب؟ الطبيب جالس ببيته، إجا واحد طلب العلاج؟ لا، إجا واحد طرق بابه قال له يا بي عائشة اختصبوها، يومية ذب فرخ، يومية ذب نغل علينا، جمعتهم 140 ألف نغل طلعوا حاربوك بمعركة الجمل، قصيتهم قص يا علي، كل ساعة ذب علينا نغل، احنا نحتاجك يا أبو الحسن. طرقوا الباب؟ لا، الأمة مستمتعة، عرض 4K مولانا واقعا بيني ما بين الله، بيني ما بين عكرمة، 4K الأمة مستمتعة بأعضاء عائشة التناسلية. الأمة ما استفادت، ماذا استفادت الأمة من الأمة من الاثنى عشر؟ شنو استفادت؟ ما تستفاد الأمة، ما حد طرق بابهم، ما حد جاء عليهم، ما حد سألهم. اللي سألوهم الشيعة، اللي احنا امتداد، احنا امتداد للشيعة الأوائل اللي سألوا الأئمة، عاشوا داير مداير الأئمة، لذلك استغنينا عن أعضاء عائشة التناسلية، ما نحتاج نشوف. أما أنتم احتاجيتم أعضاء عائشة التناسلية لأن ما عندكم أحكام دينية. فأمتكم ما استفادت من أئمة أهل البيت، لأن أمتكم كانت مشغولة بعرض 4K. أما أمتنا نحن الشيعية استفادت، والدليل أمتنا الشيعية لم تنظر لأعضاء أمكم عائشة التناسلية. أتمنى لكم حياة سعيدة على هالسؤال، وأدعو لكم أنه ما يصير عندكم عقم صراحة على هالجواب، عفوا، أتمنى لكم حياة سعيدة وما يصير عندكم عقم على هذا الجواب، لأن أدري هذا السؤال الآن، هذا الإشكار طار بعد، والشيعة راح يحفظونه، وبعد ما بيكم ذكر يقدر يكرره.